سلام بنات، كي راكم دايرين؟ غايه ناشطين هانيين، ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا كما قالك صاحيين كما هذا الحال. عندنا اليوم الحال صاحي، الشباب ما شاء الله جو ربيعي، فيه شويه تاع البروده ماشي تلوين، قادره كاع ما تلبسيش لافيست اليوم. جيسبيغ يقعد هاكم ما يدورش علينا ان شاء الله. احنا خرجنا انا والزوج الكريم، احنا المرشي درنا قضينا اللي كتب الله. كما راكم تشوفوا اختكم من دروك راهي تقلع صوالح الكاطو. من دروك راني نوجد صوالح الكاطو باش الدقيقه التاليه ما نهبلش راجلي، باسكو خدام يقول لي نهاري نكون قاعد ديري لي ليستا، ماشي تقرقجيني من بعد يجيب لي السكر، جيب لي الفارينه، جيب لي المهم خرجت مع قضيت لي خاص. جبت هنا نواه كوكو، انا يعجبني لي كاطو تاع نواه كوكو. جبت هذا، جبت كاو كاو، جبت هنايا قضيت شويه، كان خصني الزيتون، قلت هذا نديره على المرقه نقلع عليه الملح ان شاء الله. تعرفوا اليوم الغاشي معمر معمر داك المرشي ما شاء الله، الغاشي هذا مقطع رقيق نبغي هكا مع لي صوص مع لي فاخس يجي بنين. هذا دابا نقلع عليه ثاني الملح. جبت كما كنت تشوفوا مزهر، مزهر كاش مقروط كاش قريوش، قريوش موحش باسكو يصهدني انا، المهم بالك ندير شويه مقروط. هنا جبت كفته، هنا شويه ثاني تاع مرقاز، وهنا جبنا الفطور قلت ندير شويه تاع لي كوطي ان شاء الله. راكو تشوفو خلطتهم حرشت عليهم، قلت من بعد بسياسه ان شاء الله سوا نديرهم غير في الطاجين سوا نديرهم في الكوشه على غرضهم يطيبوا. المهم انا نلمد الحاله ونولي معاكم. المهم بعد ما لميت هذيك الحاله راني ندير هنا لولدي مرقازات يطيبو فطره ان شاء الله، غندير لها ساندويتش. يا اختي هذه ما الحمد لله راه بدا ياكل عليه، كان ولدي لكم نقول لكم ما كانش كاع ياكل لي بزاف، كان مرضني والله لا كان مرضني. هذه مات الماركيز، غادي نعطيكم نصيحه الحلوه خواتاتي، ما كاش كيما الحلبه هي اللي تحل القلب. انا ولدي جوج اخوامي كانت فيه لانيمي ما كانش يبغي ياكل لي بزاف، مي دروك راني ندير له الحلبه، ندير له كاس صغير هكا ندير له فيه اوموان 4 ولا 5 حبات ونخليهم له يتقد واحد 3 سوايع ونعطيه يشرب باش ما تجيش قاطعه بشويه بشويه بشويه. وماركيت بلي ولدي ما شاء الله راه بدا ياكل، كانت قاطعت له الماكله والله لانيمي واعره بزاف. المهم انا كما كنت تشوفوا راني نقي في الحاله، غادي ندير لانسبيراتور ان شاء الله نعاود نولي معاك. خواتاتي وليت لكم بعد ما فطرت ولدي الحمد لله، نمد دوك المعناز كانوا عندي، درت الماشينه تغسل، راني خوي في لافيسيل، شتو قضيه الصباح كاع ما يكملش والله ما يكمل. كل يوم كيما قال لك عندنا التماره. شوفوا انا النهار اللي نقول فيه صاي اليوم كلشي راني قضيه، غدا الصباح مريحه غير نطيب كاش فطور زعما فيت في نسيتو، اما انا نلقى روحي كثر وكثر وكثر شقيت. الحمد لله على كل حال، اللي قلبه حار هذه هي اللي قلبه ما مهنيه. داك دائما صالح نقيم دائما في بلاصتهم، هذه هي. ايوا جا ربي يعطينا الصحه غير باش نقدو صاي هذا ما كان، والمراه هذه هي خدمتها نهضروا الصح، خدمه الدار مسؤوليه الدار وفوالا. المهم هذا الشيء عندنا الاجر فيه، ربي اجر عليه. المهم خواتاتي انا غادي نسدف هذا السوالحات اليوم، زعما خدمت اليز باسكو مين جينا كيما قلت لكم المارشي الزوج الكريم عاود خرج لصق فيه البيتيتو تاعي، راحو قالي نديه معايا باسكو سق فيه، قالها بابا جو في سوغتي ومن عجبها الحال. قلت لكم الحال جانا شباب اليوم، ولدي فرحان تعرفوا لي الحال جا شباب، المارشي بعدا تمشى وجرى ونقز وغنى. قلت سبحان الله الصغار ويحسوا الحال ملي يكون مغيم يضايقوا والله. هيا ديك هي عاود داه كيما قال لك يلعب شويه، داه معاه يقضي صوالحه ومن بعد يديه يلعب شويه. شوفوا مين تكوني براسك وما يكونش عندك الغريان في الدار، فريمون تقضي اليز. انا ولي يكون ولدي في الدار يبرزطني، ها ماما جو في جوي افيك توا جو في سا 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 صافي غير دوموندي، والله زعما لو طوني بيرديه معاه اكثر من اللي نقضيه. بصح مي ما يكون زعما جو بروفيت نقي فيت في ومن بعد نعطيه وقته سي نورمال، سورتو مي يكون غير ولد واحد في الدار فواو لا قديري لا حقه. مي يكون خوته ثاني يكون مهانيه من يجو. ايوا هذه هي شنو نديرو، الحمد لله غلا يعطينا الصحه باش كل واحد نعطوه على حسابه وعلى حقه وما نسمحوا في حتى واحد فيهم. مهم انا غادي نلم هاد الصوالح هادو ثاني نمسحهم ان شاء الله ونردهم في التيروار تاعهم ونولي معاكم. راني وليت معاكم خواتاتي كيما راكم تشوفوا، هنا كنت كان جاب لي الزوج الكريم باربا، هنا نشروها طايبه مقطعه غير تعاود تغسلي لها مليح وتخلطيها. المهم كان اللي يبغي يشريها خضره كل واحد شي يبغي، انا تعجبني طايبه واجده، انا ندير لها غير العطريه. درتها هنا شويه تاع الزيت شويه خل شويه ثوم شويه حرور شويه تاع المعدنوس خلطتها، دروك غادي نخليها تشرب لا مارينا تاعها باش من بعد ان شاء الله نزوق بها السلطه. المهم قلت لكم كاين اللي يبغيها مقليه بالثوم، انا تعجبني مقليه بالثوم، دي فوا نقليها بالثوم تجيني بنينه. غادي نخليها هنايا، هنا راني دايره السلطه تاع البارح اللي قلت لكم درت البارح، ما درتش لا فيديو مي كنت درت السلطه هنا
بالزروديه والبطاطا والجلبان، وخلطتهم بالمايونيز. فوالا. المهم انا كما راكم تشوفوني شعلت ثاني الكوشه، غادي ندير هذوك لي كوط ان شاء الله. كنت غسلتهم، درت لهم غير ملح وحرور. انا شوفوا ندير لهم غير ملح وحرور، ديفو نديرهم في الطاجين، ديفو نديرهم في الكوشه يطيبوا. دونك شنو ندير؟ غنديرهم هكا، نسدفهم بيان في البلا تاعهم، ونديرهم طرف تاع الدهان ان شاء الله، نديرهم غير واحد الجغمه مام با فتاته فتاته تاع الماء، ونديرهم يطيبوا. ونقطعهم فوقهم واحد البصله، انا تعجبني ديك البصله تجي بنينه فوق لي كوط، ميم هي تعطي له تو فاصون. ما ندير البصله ما نديرش كاع الماء، هي من ديري ما ديرش البصله، تنجمي ديري غير شويه تاع الماء ماشي بزاف. مي انا ما غاديش ندير، مي غادي ندير البصل غير حبه هكا مقطعه من الفوق، هي تعطيني الماء وتعطيني ديك لاصوص ثقيله تجي وبنينه. المهم كما راكم تشوفوا هكا غادي ندروك نقطع عليها بصله. المهم هنا درت طرف تاع الدهن كما راكم تشوفوا، وقطعت واحد البصله نديرها من الفوق غير هكا، منها تعطيني شويه تاع الصوص، ومنها تعطي لو بونغو في اللحم. فوالا. دونك شنو ندير؟ ندير له بابي كويسون والالومنيوم، ونديره في الكوشه يطيب، وخليه حتى شوفوا منا على كيما نقولوا 30 مينيت نجي نشوفه اسكو زعما طاب في الحواشي ولا لا، اسكو نشاف اسكو سي هو صادون لاصوص باسكو فيه البصله. مهم ولا ديفو نقلبه، نبغي باش يطيب بالخف لق نقلبه، ما نقارحش يعاود يحمر من الفوق في غرده ولا. ومين نشوف بالخدمي طاب لي 100% بيان، شندير نقلع هذاك الكوفير وندير له هذيك لاكوش حمراء هكا بيان دوغي نسيتو. المهم انا نديرها في الكوشه ونعاود نتلاقوا ان شاء الله. هادي وليتكم خواتاتي، كنت قبيله حبست ريحت شويه بعد ملي درت اللحم يطيب. والله ولدي قاعد يلعب وكلشي، وانا درت واحد الفيلم سينما الزوج الكريم راح يرقد، واحد الكلب طحت سدوده رقدت راكم عارفين العيا دي فوا تاع الجري ما تريحيش، من حطيت راسي قلت غير ريح شويه عشيت ساكره. المهم هاني نضروك من قرب المغرب، هاني نوجد. وجدت هنا السلطه كما راكم تشوفوا خفيفه ظريفه، هنا اللحم تاعي راه طايب الحمد لله، طاب تحمر ودار واحد الصوص ما شاء الله ريحته راهي طيح. وهنا انا اللحم دي فوا نخليه غير هكا لي كوت بنتهم، دي فوا نبغي داك البنه تاع الشاربون كلي مشويين على الجمر. هذا اش غادي ندير من بعد؟ نديرها في غرفه صغيره، نديرها في الوسط هنايا، ولا ديري الومنيوم ديري له لا فورم كي تاع طبسي ودخلي فيه الشاربو، ومن بعد تحطيهم في وسط البلا وتكب عليهم واحد شويه تاع الزيت. مي يبدا الشاربو هذاك يعطي لودير هذاك هذيك لا فيمي، انت بلعيه تم بالالومنيوم زايري، وخلي ديك لا فيمي تولي على اللحم تعطيك واحد الكو فريمون تاع الشوا. مهم انا غادي نكمل نوجد ان شاء الله، نتمنى يا ربي تكون هاد لا فيديو جاتكم خفيفه ظريفه على القلب كيف العاده. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد على قناتي وقناتكم وهرانيه في الليل. السلام عليكم.